طبعا يا دي المشاعر عقب ما شفنا هالاكل خلاص المشاعر اختفت فياضة. مشاعرنا صارت فياضة على الأكل. شلون ما تكون فياضة على الأكل هذا؟ طبعا مشاهدينا اليوم برنامجنا يا الكويت بضيافتنا ثلاث نكهات من أشهر الطهات الكويتيين اللي موجودين على التواصل الاجتماعي، هم يضيئون وينورون شاشة تلفزيون الكويت في رمضان 2017. والمميز وين؟ كلهم في برنامج واحد اسمه ثلاث نكهات. شنو هالثلاث نكهات؟ احلى ثلاث نكهات ثلاث نكهات اليوم في ليالي الكويت. يعطيكم العافيه، سعيدين بتواجدكم ونورتونا. تكون في المشاهدين، انا قبل شوي سالتكم قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ قلتوا لي قبل. لازم نيوم. يعني احنا ناقص شيف واحد بعد ويانا موجود معكم بالبرنامج. فواز مو موجود. فواز صح؟ اي فواز لعمان سعد. اي طبعا يعطيكم العافيه، كل واحد راح يسوي الطبخه على طريقته. صحيح. صحيح؟ شنو اللي يميز طبخة افتخار كونك الزميلة السابقة واللهو اللي ما شاء الله بالمستقبل والحين؟ فأبي أعرف، أنت أكيد الحين اختلطتي فيهم كلهم، شنو اللي يميز كل واحدة فيهم؟ حصة كل واحد بالبداية. أمسي عليكم وشكرا على الاستضافة، وأمسي على مشاهدينا. ثلاث نكات لله الحمد نقول هذا يعني في رمضان الموسم الثاني، بس احنا بعد هم في دورة هم كملنا بعد لله الحمد. برنامج لاقى نجاح شبابي كويتي غير عن البرامج اللي تعودنا عليها نشوفها بالطبخ. شو اللي ميزه؟ شنو الشيء الجديد اللي مكررته عن السيزون الاول؟ برنامج رياليتي، يعني دائما المذيعه تكون مع الشيف داخل المطبخ، احنا لا، صار بيني وبينهم نفرض في هذا السيزون، ودي اقولهم خليه مفاجاه. لا انا ليش نفرض المقادير، انا اقول ملح وفاء او اسماء فلفل، يعني عرفت المقادير بيني وبينهم. ادش لهم بالفتره الاخيره في سناب، نتواصل مع الحين تدري السوشيال ميديا وكذي، ردود الافعال شفناها. بيني وبينك كل شيف له شيء يميزه، يعني مثلا شيف يحب البهارات زياده، شيف يميل حق المطبخ الايطالي اكثر، شيف كل واحده فيهم شنو تميل حق اي مطبخ؟ احنا نقول دائما في البرنامج قاعده اكرر هالجمله، اطباقنا يعني تقليديه لكن بنكهه غير تقليديه، بنكهه كويتيه. هني وفاء يمكن دشينا بالكويت العتيج مثل ما يقول. ايه بيض مسويت لنا بيض القطع. انا بعد انا زعلت الورق العنب. اسماء شكرا لك يا بيض. قديم وحديث. عاد فواز العميم هذا بروحه قصه. مدرسه. التمساح اي ما شاء الله عليه. مميز، يعني انا اقول شلون لافه الملفوف هالكبر؟ يا اختي. هذا يبي له انجاز فوق الانجاز. لازم نقعد شوي شوي. شو محضره يعني المشاهدين شو راح يشوفون في رمضان؟ شو محضره لهم؟ والله انا احب طبخاتي تعتمد على التويست، يعني اني ادخل طبخه على طبخه، وتدري يعني صار عندي سلسله من البرامج، فبلش الاكل يعني لازم قناتك يعني تحبين شغلات الفيديو. يعني احب اسوي ميكس بين مطابخ، يعني احب اجمع هالمطبخ مع هالمطبخ واشوف شنو يطلع الشرقي والغربي. اي يعني مثلا كذي ايطالي مع كويتي، هندي مع كويتي، كذي يعني وشنو يطلع لي طبخه اجربها، وبعدين تالي اقدمها في التلفزيون واشوف يعني رده الفعل والناس ايش كثر. طيب لما تخلطين الشرق والغرب طبعا راح تطلع يعني طبخه ثالثه، نسميها اسم ثالث نسميها اسم ثالث ونعطيها نكهتها وروحها. والحلو ان الجمهور هو يستطعمها، يعني انا دائما اقول لهم انا ما اسوي حقي، سوي حقك. انا ودي اعرف اغرب اسم سميتيه طبخه. هذا فواز اللي سميته. يعني يسوي ميكس. يمكن انا اقول دائما الشيف اصعب شيء بالنسبه له، يعني دائما لما يبي يطبخ يكون منهمك بالطبخه، فاصعب شيء بالنسبه له انه يقولوا له ستوب الكاميرا او ستوب، هالاشياء وايد صعبه بالنسبه له. اشتركت الطبخه. يعني ما شلون قدرتوا تتعاملون مع هالموضوع مهنيا اعلاميا ومهنيا يعني؟ لا بالعكس، يعني احنا نقدر مثلا تشوفيني حتى لو وقفونا اقصر تشولة اسكرها مثلا اذا خلصت الطبخه اقول لهم يلا بسرعه ما بيخليها وايد على النار، يعني يعني في بعض التدخلات منك. اي اي لازم اقول لهم يلا يلا بسرعه يلا خلينا نبدي، لان خلاص الطبخه تجرب يعني مثلا تستوي او العيش نشف مايه. في يعني بعضهم يحضرون يحضرون اطباق تكون جاهزه لان يعرفون هاي في وايد بريك وفي ستوب، يعني يسلقون اللحم يسلقون الدياي. لازم هذا عشان نمشي، لان تدرين احنا نصور ثلاث حلقات باليوم، فعشان نمشي وما نتاخر بالتصوير. طبخات في نفس اليوم من اللي ياكل؟ لا مو شرط، يمكن ستة يمكن خمسة. من اللي ياكل؟ انا بعرف اللي ياكل. هذا اللي انا جاي بساله، ممكن كل شيف يسوي طبختين؟ اي حسب الوقت. يعني وفاء سوت، بعد اسماء سوينا، يعني رمضان هذا غير، يعني ثلاث نكهات غير عن رمضان اللي طاف. قلت لك في
سوى لنا لسانات تمساح وغواز وزبيدي مع بامي، يعني طبخات جديده. ليش اقول لك يعني تقليديه ولكن فيها نكهه البنات. لا بس اسماء بفتره من الفترات انا كنت ابيك تعلميني الاشياء السهله، الباستات، الصواني، تذكرين ايام السفرات قبل، فانت حتى كنت تعلمين الطلاب شلون يسوون هالاكلات السريعه. انا طبخي سهل، ما فكرتي انك تضيفينها بالبرنامج الاشياء السريعه هذه؟ بالعكس انا طبخي بسيط وسهل، دائما اقول لهم مكونات موجوده في البيت، احاول ادور اسهل الطرق اني توست جبن. لا انا كل جديد توست الجبن هذا، احب ان الواحد يبتكر ويضيف نكهات جديده على مطبخه. تصدقين هذا ياثر شخصيا على اهلك وبيتك، ياثر على عيالك، ياثر على المكان اللي حواليك. لما تنزلي لهم طبق جديد، لما تحطي لهم طبخه جديده، في يصير تجدد، ويعني مثل ريحه جديده في البيت مو موجوده. بس حبيت فكره لما قلتي الشغلات المتوفره في البيت وشغلات بسيطه، لان في كثار ما يعرفون يطبخون من البنات، يستصعبونهم يدخلون مطبخ ويطبخون، انا مالي خلق شلون هذه في وقفه وكذا. لكن الفنادق هذه والبساطه وكل المكونات موجوده، مرات قاعد تشجعينهم على الطبخ. مرات من البقايا الاكل نسوي اكل حلو، يعني شنو في عندنا بالثلاجه، عندنا باقي اكل نسوي منه طبخه. وفي اشياء سويتها انا في البرنامج، قلت هذا بواقي فلان بواقي، يعني مثلا مسخن تاخذين الدياي تقدرين تسوينها مسخنه الاشياء. عارفين بعد برمضان وايد مطبخنا عامر واكلات وايد حرام، بس انا مستغربه من شيء واحد، افتخار شلون ما امتنت. يعني انا لما صار عندي برنامج طبخ فتره من فترات زاد وزني 4 كيلو. افتخار مسكينه. انا شلون ما زدتي؟ والله لا اكل اذوق بس. والله كنت راح اقول شكلك تذوقين ما تاكلين. ليش ما خليتوها 4 نكهات وافتخار تسوي؟ ان شاء الله في يعني هذه اقتراح الموضوع. هذا اقتراح بعد امسي عليه بالخير عبد الرحمن الفارسي ابو فارس، وكل الشكر له واستضافته لنا في مكانه. بصراحه كنا نحس ان هذا بيتنا ومكاننا، فقال افتخار لازم سيزن الجاي انت اللي تطبخين، انت تعلمتي تطبخين حلو ولا طبخات اي شيء؟ والله انا هني، انا ميلي هني العتيج، كل العتيج انا في العتيج. فارس ما يحبه، ما حطته. بس دائما الحين قاعد نشوف الاكلات العتيجه قاعد يسوون، يعني اذكر الملفوف قاعد يحطون عليه الدبس الرمان، هالاشياء يعني فنادق. انا اقول لك انا احب العتيج ليش؟ لان يعني كوني انا ام، فاحب اعلم تراثنا، اكلنا التراثي. اقول لهم يعني مثلا انا اعلمكم الطبخه الاساسيه وانتم كيفكم، انتم تغيرون، انتم لكم حريه الاختيار شنو انتم تغيرون فيها. يعني اسماء اصغر تعطيك التويست هذا، عرفتي شلون؟ فعشان كذا تصير 3 نكهات. فواز منحنى ثاني. فشيء ثاني يقول لي انا خلوني على البرابيس ابربس كذي يطلع لي شيء حلو. بس اكيد بمواقف برامج الطبخ تصير وايد مواقف، الدياي احترقت، الدياي ما ادري شنو صار، انكت واحترقت الدنيا. شنو الطريقه شلون تتفادون هالمواقف هذه؟ وشنو المواقف افتخار لازم تقولي لنا؟ والله في موقف اقوله وفاء، قولي يوم سوينا سبرينج رول تفشت صح، قلت لها لا يعني هذا الشيء يحصل معنا في البيت، مو كونكم يعني انتم شيف او طباخين ما تتعرضون حق اخطاء، يعني الخطا انعرضت يعني خلاص انعرضت. اي لا خلنا الموضوع في ما وايد لذيذ، لازم تجربينها حصه ان شاء الله. في حلقه انا مسويه صب القفشه وجابت لكم اليوم صب القفشه، ونوصلنا للنهايه ولا ما في صب القفشه الا شويه، ما مثل ما كلو قبل شوي وضاق خلقي وطناقير متقدم. شلون اللقطه الاخيره ما خذوها؟ خذوها بس يعني كان تعرفين مو مكتب بقايا، مو مكتب. هذا الدليل على لذه الشيء، يعني انت المفروض ان كلو ما لحقت اصور جروب رائع، يعني صدق والله كلو بلا ما كلو جروب عجيب. عليكم عزمونا انا وحيمان ان شاء الله، ان شاء الله هو الحلو حصة بعد كان يعني في برنامج 3 نكهات، الروح اللي جمعت الفريق كله من مخرجين، يعني هذه فرصة أشكرهم صراحة. عندنا طاقة جبارة في تلفزيون الكويت، من مصورين، من مخرجين، من معدين، تحسين روح تين مشتاقة. يعني اليوم كم حلقة تصورون؟ 3 حلقات. نعم، ولا وفي يعني سيزن مر علينا كنا نصور 4، بس ما تحسين بالتعب لأن في راحة نفسية، راحة نفسية شو ما شيء ما تتخيلين. يعني والله يعني خلصنا ترتاح نفسيتهم وكلها طبخ بغض النظر. أنا أتوقع أنتم لما تردون البيت ما تطبخون،
خلاص كل شيء لا عندنا الطبخ من صدق انا الحين ما اطبخ صدق هذا تصير فيني لما خلاص تصير اصلا ما اتكلم ثلاث حلقات قاعد اقرق والله ما اتكلم اسكت حكي ميوت افتكر عاد انت تعلمتي شيء من هالاكلات قاعد تطبخين ببيتك اي والله طبقت يعني منهم شو طبختي ولا تاخذين صحن وياكم جيرانك لا ما عليه شيء ما عليه يعني ارش حق الكل يعني هم البنات تعرفوني انا ما اكل دم والستاف كله ياكل اي والله فلا بس طبقت يعني واذا نسيت شيء اكتبون بالجروب بنات اللي سواها فواز شلون فوفاء تسالين طرش لي اي لانه حصه كثر ما شفت انسى اي وبعدين لازم تسجلين وياهم صح اي ولازم تسجلين ثاني شيء عندك لبس يعني احنا ثلاث نكهات يمعنى الروح اللي يحبها الخليجي نقول هو حتى عربيا متابع لله الحمد لكن ستايل الدراري هذا اللبس بروحها يعني يبيلة أشكر المصممات اللي دعموني كل شكر لهم ودي أشكرهم من بعد من خلال برنامجكم سواء زينب الطليحي ولا لوزيتي بوتيك في سومفني وبعد نوف العمار يعني بنات كويتيات خال القالب غالب يسلمك الحصة كلش ضربة طلعت بستايل دراريع يمكن قالوا مطبخ وشلون بس احنا الكويتيين برمضان كلنا نسعى حق الدراعة شوي نوخر عن لبس الكاجوال فهذا كانت نكتي انا الرابع اللي انت تقولين عنها يا حصة يعني افتخار اني قاعد اشوف الصورة ما شاء الله الوان يعني تحسين ان هذا سيلفي مع الديان هذا ان شاء الله سيلفي مع الديان هذا هو اي سوينا سيلفي مع الديان صرت وين قاعده سوينا قلت لهم هذا بطه مبطبطه معطره بس انا يعني خل اقول لك عن البطه البطه صعبه انها تستوي يعني الواحد بيسويها لازم يسويها مبكر حق الفطور ان شاء الله برمضان شلون سويناها بطريقه سهله وبسيطه وحلوه تشوفينها بقصدير شوف والله لا مو قصدير بس راح تشوفين شيء سهل وبسيط والله طبخنا بسيط بسيط حيل وكل يعني ممكن البنات الشباب يعني الشباب والشباب الشباب ممكن يدخلون المطبخ يسوونها الشباب الحين خصوصا الطلاب اللي يخلصون ثانويه يدرسون برا ترى يتابعون بالفعل يعني شباب طباخين طباخين يعني فواز العميم انطلاقته كانت كذي كان يطبخ حق المسايد هناك في امريكا هذه كانت انطلاقته جرب فيه هناك يعني صار عندنا تمساح ما شاء الله هو ما شاء الله مشهور جدا في مواقع التواصل الاجتماعي ومميز يعني باكلاته اللي يسويها مثل ما قلت يخلط كل شيء على شيء فنتق يعني وفخور بانجازه يعني تشوفين ملامحه وابتسامته وطريقته انجازه فخور فيه ومتاكد وواثق فيه يعني في ناس تقولين شكلها ها مو واثقه من طبختها لا هو يعطيك الستايل اللي طبختي وبس انا معاه حبه الوحيده اللي انا وفواز مكدشني يعني قصي اقلي خربتي يعني حتى المشاهد حس بالهم يعني تهاوشون انا دائما اقول احنا عبد الحسين عبد الرضا وسعد عبد الله مسلسل بالفعل انا وفواز حلقتنا مسلسل حلو ولله الحمد انا ودي اعرف شغله انت متخصصه في الاكل اللي قلتي التراث وتبين تعودين الجيل الجديد بالاكل التراث طب اوكي شلون ترغبينه يعني هل انت تضيفين شغلات معينه او برزنتيشن تقدمين لهم اياه انه يعني انه يكون بهالطريقه التقديم ولا تعتمدين النكهات تغيرينها ولا شنو بالضبط مع الحفاظ على الوجبه انا هي. عموما يعني الاكل العالمي كله مو بس التراثي بس انا اركز على هالشيء لان في وايد بنات يسالون مثلا احنا مثلا ما نعرف الموش مثلا سوي لنا مرقه سوي لنا كذي سوي لنا مكبوس يعني حتى والله حريم كبار يبون يعني هالشيء بحذافيره فانا اعلمهم الاساسيات اقول لهم يعني هو كذي تبي تغيرون ممكن تضيفون كذي ممكن تحطون كذي ممكن انتم تغيرون يعني انتم بعدين اذا انتم عرفتوا الاساس انتم لكم حريه الاختيار اللي تسوون اي شيء بس عرفتي اعطيهم التبس الاشياء الاسرار اللي تطلع الاكل انطع يعني من المشاكل اللي اشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي انتم تسوون الاكله وبعدين مليون سؤال وراها كنا يعني الواحد يقدر يعيد سنابات بس لا اسئله تتبعها يعني فانت شو قاعد توجهون مثلا تحطين مقادير اول صفحه يوصلون هم اخر صفحه يسجلون مقادير شوفي وين السناب ردي عيده يعني لا تحطين الصوره اسمى زين وين المقادير زين كملوا شيء مثلا 20,000 اخر ريفيو مثلا 7-8 ما كملوا او لا تلقينها مثلا امس والأسئلة ما زالت مستمرة صحيح. عليها وخلاص انتهت والحين تقول أنا خلصتها بسوي شيء جديد لا وتحطين صورة الطبخة يعني بدها بإنستغرام الحين كنا نغير سناب حاطة المقادير وكل شيء بس ما يقرون ما يقرون لا ما يقرون فتسألت سؤال مثلا شلون أقلي حاطت لك الطريقة أو شلون مثلا كم درجة حرارة الفرن كنا نحاطة بالملاحظات بس هم ما يتعبون نفسهم يقرون صار العصر سرعة بس ما شاء الله عليكم أشوف عندكم طولة بال تجاوبون لا شوفي إذا أنا حاطة المعلومات اللي يسألون عنها نفس المعلومة يسألون عنها وأنا مجاوبتها ما أجاوب إذا شيء أنا ناسيته محاطته لا أجاوب وأضيفه عقب
اما اذا ما جاوبت عشان بس يدرون انه موجود هذه طريقه ذكيه عشان تجبريهم يرجعون مره ثانيه عشان يدرون لان نفس الاسئله تتكرر كل مره نفس اليوم عقب شهر عقب سنه عقب هذا نفس الاسئله تتكرر. تعرفين شغله مرات بعض الطباخين يعني اللي على بالتلفزيون يطلعون يطبخون الطبخه ويرجعون بعدين يطلعون اذا كان على الهواء يرجع ثاني يوم يقدم طبخه جديده تلاقين واحده متصله انت طبخت الطبخه امس طبختها انا اليوم لكن ما ضبطت اذا ما اعطيت المقادير مضبوطه ما تجيكم مثل هالاسئله هذه يعني انا سويتها ما ضبطت معي انا لا لان انا بالنسبه لي لا لان يقولوا لي يعني انت لاني انا لما احط الطبخه اعطي تفاصيل وتصير تعليميه اكثر من مقادير الطبخه فانا يعرفون عني هالشيء ان انا اعطي معلومات اكثر من المقادير اقول لهم يعني المقادير تلقونها بكل مكان صح. الوصفات بكل مكان لكن انتوا عرفوا الاساسيات صحيح. شنو هذا الاهم اي عشان الأهم. تطبقون كل شيء من عقب مو شرط يعني وصفاتي فالحمد لله يعني لما يجربون وصفاتي يقولون ما شاء الله ضبطت والحمد لله ومستانسين يعني كذي يعني نادر جدا اللي وحده تقول لك ما صارت افتخار ودي اسالك سؤال انت اكيد مع كل شيف قاعد تشكلين على حسب شخصيته اي شلون شلون التنوع هذا انا يمكن اللي فواز اكثر شيء فواز يضغطني على الهواء ايه متقبله الله يعين المونتاج عليهم صراحه اسماء لا في كيمياء يمكن اسماء من بدايه انطلاقه البرنامج وياها طبعا وفاء لها بعد اسماء صديقه الكاميرا من حسن حظ اسماء صديقه الكاميرا وايضا بعد وفاء كانت في فتافيت فتافيت يعني قناه مع وفاء يعني طلعت هبه ايام الطباخ وكذي فلها متابعين طبعا وما زالت اي نعم فهي كانت في فتافيت يعني فتعرف شلون مع الكاميرا ومع المذيع وايضا يعني اسماء بس الميناني كانت تمسح يعطيكم العافيه واسعد بتواجدكم واكيد راح نتابع البرنامج اول باول وما راح نسال خلاص راح نتابع بالمقادير ان شاء الله انا ودي اذوق الملفوف شوقني والله حصه كلها ذوقي يعني وانت مغمضه كلها ذوقي ما شاء الله يعطيكم العافيه نورتونا واكيد برنامج مميز فيكم وصلتكم الحلوه هذه شرفتونا طبعا في خدمتنا اغنيه بنهديها لكم طبعا نعرضها لاول مره وعرضناها من قبل اول مره سجلناها لكم مع المطرب طارق سليمان بعنوان غزير الماء تابعونا طبعا شو رايك بالملفوف قول صدق يدنا نطيرنا انا وياها انا وياها كلنا انت وحده اوكلك لا انا بيش تاكلين عشان انا اسولف والله ليه طبعا سعيدين بتواصلنا معكم خلال هذه الساعه واتمنى انكم استمتعتوا معنا باكر ان شاء الله ويانا سفير الاغنيه الخليجيه ابو خالد راح ينورنا في ليالي الكويت لازم تتابعونا لانها حلقه ناريه اكيد وان شاء الله تكون استمتعتوا بكل تفاصيل حلقتنا اليوم والطبخات المميزه لي طبعا اي سؤال اغانيكم كلهم تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام ليالي الكويت حطينا لكم اياه نبي اهداءاتكم يلا لا يوقف لا باكر شوفكم باكر وتصبحون على خير وانتي كلي هذه